السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا غادي نتكلموا نردوا على سي مصطفى معزوزي، يعني وين دار تصريحات سي مصطفى معزوزي. احنا ماناش نعايروا فيك، ما تروح تشكي ولا تقاش تشكو بينا، لا بغيتو ربي. قالك هناك بعض الشخصيات الرياضية داخل الوطن يعملون في الكواليس فقط من أجل تحطيم الكفاءة. هذا وفقت انت، ما راكش ناسي روحك واش هدرت. تبغي نجيب لك من أول تصريح تاعك عندي لهنا، من أول حصة تاعك بنت تهدر على كرة القدم، تبغي نجيبها نجيبها لك. راهي عندي هنايا، راهي والله راهي كاينة هنايا. أنا نقولها لك، نقول لك أش راك لابس. كنت لابس سيربات زرقاء تاع مارسي، داير لوغو تاع مارسي في قناة النهار. هاي وهاي لا، وين مصطفى معزوزي وين يقصف الحاج محمد راوراوا والأعضاء اللي في الاتحاد الإفريقي ويطلبهم بطردهم من الكاف. هاي لا وين راهي؟ هنا عندي فيها 52 دقيقة. أول ظهور تاعك، في أول ظهور تاعك خويا، في أول ظهور تاعك كاش كاع مشكل. ها خاطر غادي ندير لك فانيك تاع كيسموها تاع تاع مكاش الكواليس في الكاف، تتهموا في الناس تهدرتها. ماناش غالطين هنايا، تقصف في الحاج محمد راوراوا وتطلب منه الاقاله الاستقاله. ياه عندنا لهنا تعاير في الاخر في بالماضي، تقولنا قاس تريكو. انت هو الاولى انت اللي هدر تقول قاس تريكو، او كاني كاع هنا راني مسجلهم. يعني اليوم ما تجيش عندي انا تولي باطل ميغوار، باطل ميغوار ما كاش. هاي لا وين راهي؟ كلش كاين هنا، كلش 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 كلش. معزوزي يقصف لاعبين عندما خسر، معزوزي بعد الخسارة أمام البنين ويطلب يعني بالمدرب تاع بارادو ولا إدماج المدرب تاع بارادو واللاعبين كانوا رايحين يفوزوا. ها هما لا وين راهم؟ كلش كاين. إوا شفت كيفاش؟ عندي حتى وين فانك يعني التصريحات الخطيره تاع مع الباك، تاع مي قلت لهم انا نحترم افكار تاع فرحات الكلب. ها عندنا فانك تصريحات وحدة اخرين تاع ما عندناش دوله. كلش هنا كلش هنا، راني نقول لك اش كاين. ما تجيش اليوم انا تقول ياه كلش كاين هنايا. عندنا لهنا تاع راني نشوف في القجع سوف ينقذ افريقيا. هاي لا هاي راك تشوف كيفاش كاينين قام هنا قاع. ها ايوا عندنا لهنا تاع الجميع اللي يقول راو خدام هو مبني ويوي. تشوف
عندنا لهنا معزوزي يقصف في بلايلي، رجعته لنا شوشو، والمكانة تاعو في المنتخب الوطني ما كانش هذه قبل كأس إفريقيا. شوف كيفاش كي راكم تهضروا نتوما الاطارات، مال الاطارات شكون اللي حطم؟ هاو قولنا انت يا روح ضربك معزوزي كان تقولنا وتجيبوا لنا نجو من تحطيم الاطارات ومحاربه الاطارات، تجيبها لنا من نهار الطياره، القضيه تاع الطياره اللي نزلوهم الطياره وروح بها. هادو زراري هذا كيما ذاك هذاك بو كلبه كيما ذاك هذا الحلوف الخنزير هذاك اللي يقولوا له هشام العريضه، هذوك واه تخلعهم، يقول لك باللي مصطفى معزوزي قصافه، مصطفى معزوزي يكشف. لا شوف انا نجيبوكم هنا كاين تواكم هنا بزاف، هما لا وين راهم؟ شوف شكون انا قلت لك جيب لنا نجيبوها من الطياره ورواح، ولا جيبها من الوقت اللي انت جيت فيه. ها اسمع روحك شكون تهدر، مصطفى معزوزي شوف شكون اللي حطم، هاو شكون اللي ساهم في تحطيم كرة القدم الجزائرية؟ اليوم راكم تتباكاو، أنا نقول لكم ما تبكوش، خاطر النهار الأول قلنا لكم حافظوا عليها كرجال. هذه هي اسمع روحك مي كنت توك مي كان في كتافك حداد وكان منا وكان اسمع مي كنت راكز على حداد. ما ناش نسبو فيك تما نجيبو سمعتو. هل 99% هذا المنتخب نهاية منتخب نهاية مدرب نهاية بلدية؟ لا لا شو انت هذه الهضرة راهي في 7 سنين، راهي في 7 سنين هذه. سمعتو نهاية فريق ماشي نهاية نهاية سياسة كارثية ياك قام بها وراه منذ يجب ان يرحل، منذ تولي يجب ان يرحل توليه العرش، هل يجب ولا عرش هذا عرش. يجب ان يرحل اون ايرجونس راه لازم يروح سيفو ديرو ليماج باش يروح نديرو حملته وسائل الشعب الجزائري بزاف هذا ديكتاتوري هذا والله العظيم ما يسمح حتى الواحد وكما اعطيني واحد الان اعلن ترشحه باش يكون رئيس اتحاد جزائري. يخافوه يقول لك هذا المشارك في طرف السلطه صحيح مساند لديه القوة واحد اللي يعطيك السونتر تاع سيدي موسى يعطيك 100 مليار يعطيك افيون سبيسيال يعطيك دولار عبالك بلي كلي جوار تاعنا يديو الدولار يجيو في 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 في, في الصالون دونور انت تدي 7000 دولار ينحيهم لك لا دوان. لا خليونا ما نفتحوش لي دوسي حكي ما نفتحوش لي دوسي او افتح الدوسي تاع الكراس كيفاش انت دراهم افتح الدوسي يا سي معزوزي. يا سي معزوزي نورمالمون تفتح الدوسي الكراس كيفاش انت دراهم، اسبانيولي اللي كان قاضب سي 5 مليانه كيفاش انت دراهم، افتحوا كيفاش داروا عقد يعني عقد معنوي بدون اهداف، افتحوا لنا سي معزوزي. لا سي معزوزي لازم تفتح هذا الوقت اللي باش تفتحوا، علاش راكم ساكتين؟ قولوا لنا برك افتحوا لنا كي تهضروا الهضره، افتحوا لنا افتحوا وارواحوا بها. كان يقول لك الحاج محمد راه قعد 17 عام تكذبوش على الغاشيه، تكذبوا على الغاشيه. الحاج محمد جا بيريود راح في 2004، من 2004 وخر 2004 عاود ولا 2009 عاود ولا 2009 2017 راح هذا بكاد تكذبوا تقولوا 15 عام. لا كي تهضروا كي سي مصطفى معزوزي كي راهي غايضتكم كيفاش والناس راهي تطورت، شكون هما؟ هاو شكون سي مصطفى معزوزي ما تعيوناش، هاو مالك تبغوا نجيبوا فينكم؟ عندنا التصاوير تاعكم في مع حداد مع الياس ما في المغرب وكلش برميدة تاع الجين وكلشي، لا ما عندك تصاوير شوف مانيش نكذب عليك، شوفوا كي كنتوا تصفقوا على الاقجاع وكلشي، هاو ما عندنا الا هنا تصفقوا على الاقجاع، والله لا كنتوا تصفقوا عليه والله العظيم، راني نقول لكم في الصح، والله ما نكذب عليكم، والله لا حقيقة، أمنوني بالله.
هاو اليوم تجي تهضر لي انا تقول لي بلي ودي اطارات، انا شوف شكون اللي حارب الاولى ومن بعد نهضروا. شوفوا بعد نهضروا، ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي يمشي ابوني معنا، وما تنساوش تفعيل الجرس.